السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معاكم استهاني من قناة علمني. احنا بنستكمل معاكم حل النماذج الاسترشادية اللي نزلتها وزارة التربية والتعليم في كل المواد، احنا نزلنا طبعا مجموعة مواد ولسه بننزل. لو أول مرة تشوفونا منسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنحل دلوقتي مادة الدراسات الاجتماعية. طيب هنبدأ بالأسئلة، طبعا بادئ بالوحدة الأولى السكان ونظام الحكم في بلدنا. الدرس الأول أنماط سكان بلدنا، ده علامة صح وعلامة خطأ. بيقول لي يقيم معظم السكان الذين يعملون بالزراعة في المدن، أكيد غلط طبعا، السكان اللي بيعملوا في الزراعة بيقيموا في الريف أو القرى. يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر، غلط، سكان الريف هم اللي بيمثلوا أكثر من نصف سكان مصر. أدى الزواج المبكر لزيادة نسبة السكان في الريف بمصر، صح. تسببت هجرة سكان المدن إلى الريف في ظهور العشوائيات حول المدن، غلط طبعا، هو العكس، إن هجرة سكان الريف إلى المدن هي اللي سببت ظهور العشوائيات. يشير رقم واحد على الخريطة إلى أعلى محافظات الجمهورية من عدد السكان، طبعا رقم واحد هي محافظة إيه؟ القاهرة، يبقى صح. يتوزع السكان في كل محافظات مصر بالتساوي، غلط طبعا، انا عندي في محافظات بتزيد عن 8 مليون وفي محافظات بتقل عن مليون. ضع خطا، السؤال الثاني، ضع خطا تحت الاجابة الصحيحة. يتم اجراء حصر شامل للسكان في مصر كل 10 سنوات عن طريق وزارة الصحة والسكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الجهاز المركزي للوقاية للرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، طبعا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. إذا دعيت إلى إلقاء ندوة لشباب الريف فمن الأفضل أن يكون موضوعها عن أهمية تعليم الأسرة، تنظيم الأسرة، معلش الخط مش واضح أوي، أهمية تنظيم الأسرة، أهمية حرفة الرعي، ضرورة الهجرة إلى المدن، ضرورة زيادة حجم الأسرة الريفية. طبعا هتبقى الندوة عن أهمية تنظيم الأسرة. إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانها لتلبية احتياجاتهم في المستقبل فعليها إجراء إيه؟ طبعا العملية دي اللي هي يجب إجراء عملية إيه؟ التعداد السكان. أقل محافظات مصر سكانا على الخريطة المقابلة هي المحافظة رقم عندي 1 2 3 4، طبعا 1 اللي هي جنوب إيه؟ سيناء، دي رقم 1، فدي طبعا أقل محافظات مصر من عدد السكان. عندما يزيد أو نريد الإقامة في محافظة حضرية فعليك التوجه إلى محافظة الوادي الجديد، بورسعيد، الجيزة، المنيا، محافظات حضرية، طبعا عندي بورسعيد. النشاط الاقتصادي الأصلي لسكان البدو، سكان البدو، الزراعة، الصناعة، التجارة، الرعي، طبعا ايه؟ الرعي. طيب بيقول لي يشير رقم واحد على الخريطة إلى أقل محافظات مصر سكانا، تاني هي محافظة جنوب سيناء، رقم واحد. ورقم اتنين بيشير لأعلى محافظات مصر من السكان اللي هي اتنين، رقم اتنين ايه؟ محافظة القاهرة. حدد سببا واحدا لزيادة حجم الأسرة في الريف عن الحضر، طبعا كثرة الإنجاب والزواج المبكر، كثرة الإنجاب في الريف والزواج المبكر. اكتب تفسيرا لانخفاض عدد سكان محافظة جنوب سيناء، أكيد بقى مظاهر سطحها وندرة المياه فيها، مظاهر السطح طبعا الصعبة أو الوعرة وندرة المياه فيها. اكتب مقترحا للحد من هجرة سكان الريف إلى المدن، يعني إيه ممكن نقترح إيه علشان نحد من الهجرة من الريف للمدن؟ ممكن طبعا تطوير الخدمات حتى يرتفع مستوى المعيشة، طبعا ممكن توفير فرص عمل برضو. ما رأيك في الموقف التالي؟ تزوج شاب في إحدى القرى المصرية ويرغب في إنجاب 8 أطفال، طبعا رأيي إن ده تصرف سلبي، لأن زيادة الإنجاب أو زيادة عدد الأسرة بيؤدي إلى مشاكل كتير زي الأمية وزي البطالة ومشكلات كتير قوي بتنتج عنها. الدرس الثاني التراث الثقافي لسكان بلدنا، ضع كلمة صواب وكلمة خطأ. يشتهر سكان الصعيد باستخدام الآلة الموسيقية المقابلة في عزف السيرة الهلالية، طبعا هي مكتوب عليها السمسمية، فغلط، لأن دي خاصة بإيه؟ بمدن القناة. أما بقى الصعيد فالربابة. يتنوع التراث الثقافي لسكان مصر بتنوع المناطق التي يعيشون فيها، صح. يشتهر سكان سيناء بإقامة سباقات الهجن، صح. استخدم الجيش المصري اللغة المصرية القديمة كشفرة في حرب أكتوبر 1973، يعني اللغة الهيروغليفية، لا غلط طبعا، ومستخدموا اللغة الإيه؟ النوبية. فن التحطيب من الفنون التراثية التي تشتهر بها محافظتي، طبعا على حسب، لو انت من محافظة او محافظة يعني احدى محافظات الصعيد هتبقى صح،
لو مش من محافظات الصعيد يبقى غلط. يشير رقم واحد على الخريطة إلى منطقة تشتهر برقصة شعبية تعرف باسم البامبوطية. طبعا دي محافظة مطروح، فرقم واحد دي محافظة مطروح غلط طبعا. البامبوطية فين؟ في مدن القناة، عندي بورسعيد، إسماعيلية، السويس. طيب برضو اختر، فشل الجيش الإسرائيلي في فك الشفرة المصرية المستخدمة في حرب أكتوبر 73 بسبب إرسالها باللغة الإيه؟ الهيروغليفية الأمازيغية اليونانية النوبية، طبعا النوبية. توضح الصورة المقابلة أحد فنون التراثية المنتشرة في محافظة، طبعا ده التحطيب، فبيقول لي جنوب سيناء، الأقصر، القاهرة، الإسكندرية. طبعا الأقصر بما إنها من محافظات إيه؟ الصعيد. لاحظ الخريطة، رقم الخريطة، وحدد رقم المحافظة التي تشتهر بإنشاد السيرة الهلالية. يعني هل محافظة واحد ولا محافظة اتنين ولا يعني هي تبقى محافظة ايه؟ رقم اربعة، اللي هي محافظة ايه؟ قنا. طيب عندي احتفل المصريون القدماء بكثير من الأعياد التي ما زلنا نحتفل بها حتى اليوم، مثل الاحتفال بعيد الفطر، الأم، شم النسيم، رأس السنة الميلادية. طبعا شم النسيم ده منذ موجود عندنا منذ الايه؟ المصريين القدماء، يبقى شم النسيم. يعد التراث النوبي في محافظة أسوان امتدادا للحضارة المصرية القديمة، الرومانية، اليونانية، الإسلامية، طبعا المصرية الايه؟ القديمة. يعتمد اقتصاد واحد سيوة على الزراعة والصناعة، الزراعة والسياحة، السياحة والتجارة، الزراعة والتجارة، طبعا الزراعة والسياحة. أجب عن الأسئلة، أكتب تفسيرا واحدا لأهمية التراث الثقافي المصري. طبعا التراث الثقافي بيساعد على تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي، توفير فرص عمل. خلاص هو طالب مني سبب واحد. أكتب مقترحا للاستفادة من التراث الثقافي الوطني بمحافظتك في دعم الاقتصاد المصري. طبعا مقترح ان احنا نهتم بالمعارض او المهرجانات والاحتفالات اللي بتظهر التراث الثقافي الايه؟ لمحافظ. الاهتمام بالمعارض والاحتفالات اللي بتظهر التراث الثقافي. اكتب نتيجة واحدة ترتبت على اهتمام الدولة بالتراث الثقافي. النتيجة بقى توفير فرص عمل وزيادة الدخل الايه؟ القومي. يعني طبعا كل ما بهتم بالتراث الثقافي بوفر فرص عمل للشباب اللي بيعملوا في المعارض والاحتفالات اللي بتقام ايه؟ التراث ده. دلل على ان فن التحطيب له اصول مصريه قديمه. الدليل ان طبعا وجدوا لوحه مرسومه على حائط معبد الكرنك للاله حورس وهو يعلم الملك امنحتب الثالث فن التحطيب. يبقى ده الدليل، يبقى وجود لوحه مرسومه على حائط معبد الكرنك للاله حورس وهو يعلم ايه؟ الملك امنحتب الثالث فن التحطيب. بيقول يشير رقم واحد على الخريطة لمنطقة تشتهر بالاحتفال بعيد حصاد التمور والزيتون كل عام. طبعا واحد دي واحد ايه؟ سيوة. رقم اتنين بيشير الى محافظة تشتهر بسباقات الهجن، طبعا دي شمال سينا، تحت دي جنوب سينا، يبقى اتنين دي شمال ايه؟ سينا، من المحافظات اللي بتشتهر بسباقات الهجن. الدرس الثالث، نماذج المشكلات الاجتماعية، ضع علامة صح أو غلط. تمثل الأمية مشكلة اقتصادية تواجه المجتمع المصري. طبعا غلط، هي مش مشكلة اقتصادية، هي مشكلة ايه؟ اجتماعية. خلاص ده الغلط اللي فيها، انها مشكلة اجتماعية. اذا كنت من سكان محافظة المنيا فانت تسكن في اعلى محافظات مصر من حيث نسبة الامية. صح طبعا. يرجع ارتفاع نسبة الامية الهجائية بين الشعب المصري الى التحاق جميع الاطفال بالمدارس. غلط. الامية سببها تسرب الاطفال من المدارس ومش كل الاطفال بتلتحق بالمدارس. تقلل الأمية من فرص العمل المتاحة أمام الفرد. صح طبعا. إذا استطاع زميلك تشغيل الأجهزة التكنولوجية والتواصل من خلالها فهو يعاني من الأمية المعلوماتية. غلط. أدام طبعا بيقدر يشغل الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر يستخدم الإنترنت فهو طبعا ما عندوش أمية معلوماتية، يبقى غلط. استخدم المصريين القدماء الكتابة الهيروغليفية في تسجيل أخبارهم وإنجازاتهم. صح. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. مشكلة الأمية في مصر من المشكلات ايه؟ اقتصادية، سياسية، اجتماعية، نفسية. احنا لسه قايلينها حالا انها مشكلة اجتماعية. عدم قدرة أحد جيرانك على القراءة والكتابة تعرف بالأمية التكنولوجية، البصرية، الهجائية أو البيئية. طبعا مع عدم معرفة القراءة والكتابة تبقى أمية هجائية. ثاني أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الأمية محافظة المنيا، البحر الأحمر، القاهرة، بني سويف. طبعا عندي أول محافظة في الأمية المنيا، بعديها إيه؟ بني سويف. تاني محافظة أو تاني أعلى محافظة في الأمية. تسعى مصر للقضاء على الأمية الهجائية، لذا
أنشأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة لتعليم الكبار، مركز دعم اتخاذ القرار، طبعا الهيئة العامة لتعليم الكبار، وده خاص طبعا بالقضاء على الأمية. تؤدي مشكلات الأمية والفقر والبطالة إلى ارتفاع متوسط عمر الفرد، معدل الرفاهية، معدل الادخار، ولا معدل الجريمة؟ طبعا أكيد معدل الجريمة. الرقم اللي يدل على أعلى محافظة مصر من حيث السكان، مديني 1 محافظة البحر الأحمر، وعندي 2 خلاص، وعندي 3، وعندي 4. أعلى محافظات مصر يبقى رقم 2 اللي هي محافظة ايه؟ المنيا. 3 شمال سيناء، و4 زي ما قلنا مطروح، يبقى 2 اللي هي محافظة المنيا. أجب عن الأسئلة، اكتب تفسيرا واحدا لانتشار الأمية بين سكان مصر. طبعا السبب الأساسي الزيادة السكانية، وفي أسباب تانية زي تسرب الأطفال من المدارس وعدم التحاق جميع الأطفال بالمدارس برضو. اكتب نتيجة واحدة تترتب على انتشار الأمية في الدولة، منها برضو النتائج قلة الحصول على فرص العمل. يبقى النتيجة، خلي بالنا نفرق بين السبب وبين النتيجة. السبب أنا بفسر بقول ليه، خلاص ليه في أمية في مصر؟ عشان في زيادة سكانية مثلا. النتيجة بقى ايه؟ نتيجة بقى الأمية دي هتؤدي إلى ايه؟ قلة حصول طبعا على فرص عمل وانتشار ايه؟ البطالة. اكتب تفسيرا واحدا لاحتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولي لمحو الأمية في 8 من شهر سبتمبر من كل عام. طبعا السبب هو تنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية. اليوم ده اتخذوه علشان تنمية الوعي القومي العالمي أو الدولي بأهمية محو الأمية. اكتب دليلا واحدا على اهتمام المصريين القدماء بالتعليم. طبعا في حاجات كتير أوي، بس هو عايز دليل واحد منها. طبعا هم اخترعوا الكتابة الهيروغليفية، كتبوا بيها كل أخبارهم وأحداثهم، اهتموا بتعليم أبنائهم عشان يوصلوا لمراكز مرموقة. أنشئت في مصر أول جامعة طبعا في العالم، جامعة أوين. فكل ده دليل، يعني هو عايز دليل واحد ممكن أكتبه دليل واحد، بس طبعا المهم إن أنا بعرف كل حاجة. اكتب مقترحا للقضاء على مشكلة الأمية بمحافظتك. طبعا إنشاء بقى المدارس وإطلاق المبادرات الإيه، العديد من المبادرات، وفي كمان يعني المساعدة المجتمعية أو المشاركة المجتمعية في نشر الوعي. يعني لو شخص متعلم ممكن إن هو يعلم بقية الأفراد، هكذا يعني، ده اسمه مساهمة إيه؟ مجتمعية. ماذا تقول في المواقف التالية؟ شخص يرفض الذهاب إلى المدرسة لاستكمال دراسته. طبعا هقول ده موقف سلبي أو شيء سلبي، لأن طبعا بيساعد على انتشار الجهل والأمية. طيب إيه الدرس الرابع؟ نظام الحكم في بلدنا. السؤال الأول ده علامة صح أو غلط؟ يمثل رئيس الجمهورية السلطة القضائية في مصر. طبعا غلط، رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية، يبقى غلط. تختص الحكومة بسن قوانين لحماية البيئة من التلوث. تختص الحكومة طبعا غلط، اللي مسؤول عن إصدار القوانين مجلس النواب مش الحكومة، يبقى غلط. يختار رئيس الجمهورية نصف أعضاء مجلس النواب، غلط طبعا، ويختار منهم ايه؟ تقريبا 5%. يقتصر تمثيل الشعب المصري في المجالس النيابية على الشباب، غلط. تمثيل الشعب المصري من جميع الفئات في مصر، عمال وفلاحين وشباب وكل الفئات. يساعد وجود نواب يمثلون الشباب والمرأة على تقدم المجتمع، أكيد صح، لأنهم هيبدأوا يعرضوا بقى مشاكل اللي بتخص المرأة أو الشباب، فهيبقى صح. يمكن لمجلس النواب توجيه استجواب لأحد أعضاء الحكومة، صح، في أي مشكلة أو أي حاجة ممكن إن أحد النواب يوجه استجواب. طيب ده علامة صح وغلط. يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق التعيين، الانتخاب، التوريث، ولا التحكيم؟ طبعا عن طريق ايه؟ الانتخاب. يمثل السلطة التشريعية في مصر ايه؟ مجلس الوزراء، النواب، المحلي، مجلس الدولة، طبعا مجلس النواب. السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب. أتوقع عن المسؤول عن إصدار قرار إعلان الحرب في حالة تعرض البلاد لأخطار خارجية. يعني لا قدر الله لو تعرضنا لاخطار خارجيه، مين اللي يتخذ قرار الحرب؟ طبعا رئيس الجمهوريه. يشترك مع رئيس الجمهوريه في وضع الخطه العامه للدوله، مين اللي بيشترك مع رئيس الجمهوريه في وضع الخطه العامه؟ الحكومه، السلطه التشريعيه، السلطه القضائيه، المجلس المحلي، طبعا الحكومه الممثله طبعا في رئيس الوزراء والوزراء. يقوم باستخدام الوزراء باستجواب الوزراء في حاله وجود مشكله في وزارتهم، مين اللي بيستجوبهم؟ رئيس الحكومة، رئيس الدولة، المجلس المحلي، مجلس النواب. طبعا اللي بيستجوب الوزراء في حالة وجود مشكلة ان هو المشرف عليهم او
اللي بيقوم بالإشراف عليهم رئيس. طبعا اللي بيستجوب الوزراء مجلس النواب، هو اللي بيستجوب ايه الوزراء. الجهة المسؤولة عن سن القوانين في مصر مجلس النواب، المجلس المحلي، دار القضاء العالي، مجلس الوزراء، طبعا مجلس ايه النواب. اكتب نتيجة واحدة ترتبت على تأسيس نظام حكم قوي وثابت في مصر القديمة. أكيد بقى ساعدت على بناء الحضارة المصرية القديمة واللي ما زالت بتبهر العالم. اكتب سببا واحدا لمية منصب رئيس الجمهورية، يعني وظيفة من أو مهمة من مهام رئيس الجمهورية اكتبها. العمل على أمن الوطن، تمثيل مصر محليا ودوليا، إدارة شؤون البلاد، يعني أي مهمة من مهام إيه رئيس الوزراء رئيس الجمهورية. اكتب دليلا واحدا على أهمية منصب الفرعون في مصر القديمة. الدليل طبعا إن هو كان بيقوم على إدارة شؤون البلاد وإصدار إيه القوانين، برضو مهمة من مهام الفرعون. اكتب تفسيرا واحدا لأهمية مجلس النواب المصري. أهمية مجلس النواب طبعا سن القوانين في الدولة، أهمية مجلس النواب هو سن القوانين في الدولة. اكتب مقترحا واحدا لتوعية زملائك بضرورة المشاركة في الانتخابات المدرسية. طبعا إن أنا أقترح عليهم إن احنا لازم نشارك في الانتخابات، وإن احنا لازم نرشح مننا إيه شخص يكون مثلا يدخل في مجالات مختلفة في المدرسة أو في الفصل بتاعنا. فهنقترح عليهم إن احنا ممكن نختار مننا أشخاص ويشاركوا في الإيه في الانتخابات دي، عشان نوريهم أهمية الإيه الانتخابات. ما التصرف الذي ستقوم به في المواقف التالية؟ رأيت رجل مسن يحرص على الذهاب لمقر لجنة الانتخابية لاختيار عضو مجلس النواب. طبعا هو شخص مسن وكبير في السن، فأنا ممكن أتصرف معاه إن أنا أساعده في الوصول للجنته، أساعده في الوصول لإيه أو التعرف على إيه لجنته، لأن هو بيقوم بعمل إيه كويس. طيب نشوف ايه اللي بعده. الدرس الخامس، من يحكم محافظتي؟ صح وغلط. يشرف المحافظ على المشروعات القومية بالدولة، غلط. اللي بيشرف عليها طبعا المجلس المحلي. يهتم المجلس المحلي بصيانة وتطوير المدارس والمستشفيات بالمحافظة، صح. تطوير العشوائيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة من مسؤولية المحافظ، صح. يمكن لسكان محافظة المنيا الترشح للمجلس المحلي بمحافظة القاهرة، غلط طبعا. هم كل أشخاص أو سكان بيترشحوا لمحافظتهم. يتشابه حكام الأقاليم قديما والمحافظين حاليا في بعض المهام المكلفين بها، صح. كل مواطن مسؤول عن تحسين محافظته وتطويرها، أكيد صح، وده دوري كمواطن. زي ما في دور للمحافظ، دور للمجلس المحلي، في دور ليا. طيب السؤال التاني، اختار. يقابل منصب المحافظ حاليا ايه؟ فرعون، الوزير، حاكم الاقليم، الكاتب. طبعا المحافظ بيقابله زمان حاكم الاقليم. اذا تعرض احد سكان محافظة الاسكندرية لمشكلة ما، فان الشخص المسؤول عن حمايته هو رئيس الجمهورية، المحافظ، القاضي، رئيس الوزراء. طبعا المحافظ هو المسؤول عن سكان محافظته، يبقى المحافظ. انقطعت المياه عن محافظة المنوفية لمدة 3 ايام، الشخص المسؤول عن متابعة هذه المشكلة وحلها طبعا برضو هيبقى مين؟ المحافظ. إنشاء أسواق جديدة بمحافظة الشرقية وتشجيع الشباب على العمل بها من مسؤوليات برضو المحافظ. الإشراف على، هو جايب لي كده يعني إيه مهام المحافظ بس في يعني في صور مختلفة. الإشراف على نظافة أحد أحياء محافظة القاهرة وتوفير صناديق جمع القمامة بشوارع الرئيسية من مسؤوليات اللي بيشرف بقى على نظافة محافظة القاهرة، يبقى المجلس الإيه المحلي، أكيد مش مجلس النواب، مش من رئيس الجمهورية، مش رئيس الوزراء. متابعة جودة الخدمات والمرافق في محافظتي من مهام أكيد طبعا المحافظ. بيقول لي حدد سببا واحدا لتعيين حاكما لكل إقليم في مصر القديمة. هنقول يعني مهمة من مهمات حاكم الإقليم الاهتمام بشؤون الإقليم وحفظ الأمن، يبقى من مهام حاكم الإقليم الاهتمام بشؤون الإقليم وحفظ الأمن. حدد سببا واحدا لضرورة انتخاب المجلس المحلي من أبناء المحافظة. إن طبعا هنقول برضو وظيفة من وظائف المجلس المحلي تنفيذ خطط التنمية في المحافظة أو الإشراف إيه عليها. اكتب مهمة واحدة للمجلس المحلي بمحافظتك. هنقول مساعدة أو معاونة المحافظ في إدارة شؤون المحافظة، يبقى من مهام المجلس المحلي أو الحاجة المهمة لتعيينهم معاونة المحافظ في إدارة شؤون المحافظة. اكتب دورا واحدا يمكنك القيام به كمواطن في تطوير محافظتك. طبعا ممكن المحافظة على الممتلكات الايه العامة، الاهتمام بالتعليم برضو كمواطن عشان افيد
مجتمعي ووطني بعد كده، المساهمة في الأعمال التطوعية، يعني كل دي. فأنا أختار واحدة، مثلا المحافظة على الممتلكات العامة. عبر عن رأيك في المواقف التالية: شخص يشارك جيرانه في تشجير المنطقة التي يعيشون فيها. طبعا موقف جميل ورائع، لأن ده من يعتبر زي ما قلنا من الأعمال الإيه التطوعية اللي بتخدم المجتمع والبيئة. طيب ندخل بقى الوحدة التانية: اكتب كلمة صح وكلمة خطأ. الدرس الأول: تراثنا الوطني. بملاحظة الخريطة نستنتج إن محمية راس محمد تقع في إحدى محافظات الحدود. طبعا محمية راس محمد إيه؟ صح، لأنها في محافظة جنوب سيناء، دي من محافظات الحدود، يبقى صح. تخيل أنك ذهبت في رحلة إلى معبد الكرنك، فأنت بذلك تقوم بزيارة منطقة للتراث الثقافي. صح. تم إنشاء القلاع لحماية البلاد من الأعداء، وهي تعد من مناطق التراث الطبيعي. ماشي، هي القلاع وانشأت لحماية البلاد من الأعداء فعلا، لكن هي مناطق تراث إيه؟ ثقافي مش طبيعي، لأن الطبيعي ده اللي بيبقى حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. تشير الصورة المقابلة لأحد مظاهر التراث الثقافي في مصر. طبعا دي غلط، لأن دي قلعة قايتباي، لأن منطقة التراث الثقافي عندي قلعة صلاح الدين في طابة، مش قلعة قايتباي. خلاص، يبقى دي من الأماكن الأثرية برضو، بس مش أماكن تراث الثقافي. طيب إذا ذهبت، طبعا الصورة لقلعة قايتباي فهي من التراث الثقافي. صح، طبعا هي من التراث الثقافي في مصر، لان احنا قلنا التراث الثقافي اي اثار سابها لينا الاجداد، يعني قلاع، مساجد، كنائس، اديره، كل ده بيدخل في التراث الثقافي. فالعباره هتبقى ايه؟ صحيحه، لانها من القلاع. ومعاها برضو قلعه صلاح الدين اللي في طابه، ومعاها طبعا ايه المساجد زي ما قلنا، وكل شيء تركه لينا الاجداد. اذا ذهبت في رحله الى منطقه الوادي الملوك، في الوادي الملون، معلش الخط صعب جدا، في سيناء، فانت بذلك تكون قمت بزيارة منطقة تراث طبيعي. طبعا صح، لانها اماكن طبيعية. تشير الصورة المقابلة لاحد المعالم السياحية في محافظة القاهرة. صح، معالم حضارية حديثة. السؤال التاني: اختر يشير رقم واحد على الخريطة المقابلة الى رقم واحد. دي ايه؟ محمية راس محمد اللي في جنوب سيناء، محمية راس محمد، طبعا مش بقية المحميات، لأن واضح إن هي فين؟ في جنوب سيناء. تم تشييد القلاع والحصول في مصر قديما بهدف إيه؟ إحنا لسه قايلين إن القلاع هدفها حماية البلاد، مش جذب السياح. يعني قديما ما كانش الهدف، يعني ما كانش في دماغهم السياح وهكذا، لكن كان الهدف منها حماية الإيه؟ البلاد. المنطقة التي خصصت أو خصصت يوما عالميا لتوعية بحماية التراث الوطني هي منظمة إيه؟ اليونسكو. إذا أردت زيارة أحد مواقع التراث الطبيعي في القاهرة، الطبيعي، فإنك سوف تتوجه لزيارة إيه؟ برج القاهرة، الغابة المتحجرة، محمية الغابة المتحجرة، قلعة صلاح الدين، محمية وادي الريان، طبعا محمية الغابة المتحجرة، لأن هي دي الوحيدة الطبيعية فيها. الأماكن التراثية في بلدنا صح وغلط. الدرس التاني: منطقة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم. صح، ساهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ معبد إيزيس بجزيرة فيلة. صح، الدير الموجود بالصورة من أقدم الأديرة في مصر، طبعا ده دير سانت كاترين. صح، يبقى التلاتة صح. يرجع تأريخ منطقة أبو مينا بالإسكندرية للحضارة المصرية القديمة. غلط، هو للحكم الروماني أو الفترة الرومانية. تعد منطقة وادي الحيتان مجموعة أو تضم مجموعة من الأشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية. غلط، هي بتضم بقايا حيتان وأسماك إيه؟ قديمة. تختار أو اليونسكو بعض الأماكن الفريدة والمميزة لتكون ضمن قائمة التراث العالمي. صح طبعا. اختر من المواقع التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي لليونسكو. عندي وادي الحيتان، السد العالي، برج القاهرة، الحاجز المرجاني، طبعا وادي الحيتان. يقع دير سانت كاترين في محافظة ايه؟ شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، جنوب سيناء. تشير الصورة المقابلة إلى أحد المناطق التراثية المصرية المهددة بتآكل التربة. طبعا أدام تآكل التربة أو ذكر لي تآكل التربة، يبقى منطقة أبو مينا. إذا أردت الاستمتاع بشكل هياكل الحيتان التي تكونت في مصر منذ 40 مليون سنة، فإنك ستزور إحدى المحميات الطبيعية في محافظة إيه؟ القاهرة، البحيرة، الفيوم، أسوان. الفيوم طبعا، لأن محمية وادي الحيتان في الفيوم مع محمية وادي الريان. أسهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ إحدى المناطق الأثرية في مصر من الغرق، وهي إيه؟ معبد أبو سمبل، دير سانت كاترين، منطقة أبو مينا، وادي الريان، معبد أبو سمبل. يشير رقم واحد على الخريطة مدينة من أكبر المدن التراثية في العالم، طبعا مدينة إيه؟ القاهرة. استبعد السكان
الذين لا ينتمي معلش استبعد المكان الذي لا ينتمي للمجموعة التالية مع ذكر السبب: دير سانت كاترين، منطقة أبو مينا، معبد أبو سمبل، المتحف المصري الكبير. طبعا هنستبعد المتحف المصري الكبير لأن كل دول من مناطق التراث الإيه العالمي، أو مناطق التراث اللي درجت ضمن المنظمات أو منظمة اليونسكو. يبقى المتحف المصري الكبير. اكتب تفسيرا واحدا لإدراج منطقة وادي الحيتان على قائمة التراث العالمي. طبعا إنها بتحتوي على هياكل وعظام لأسماك وحيتان كانت بتعيش قبل 40 مليون سنة في المنطقة اللي كان بيغطيها البحر. ماذا يحدث إذا ارتفعت درجات الحرارة وزاد منسوب المياه في المناطق الأثرية بمصر؟ طبعا هتتعرض للخطر. اكتب مقترحا واحدا للحفاظ على المناطق الأثرية. طبعا عدم تجريم، ممكن إصدار قوانين وتجريم اللي بيقوم طبعا بالإضرار بالمناطق الأثرية، ده مقترح يعني يصبح جريمة. أو ممكن عمل لوحات إرشادية في المناطق ديت لكيفية التعامل مع المناطق الأثرية، ده برضو مقترح. طيب بيشير رقم واحد على خريطة محافظة بها موقع أثري مسجل على قائمة التراث العالمي، وهي محافظة طبعا دي جنوب سيناء واللي فيها محمية رواس محمد. يشير رقم اتنين إلى منطقة أثرية معرضة لتآكل التربة، طبعا أبو مينا في الإسكندرية. طيب الأسئلة انتهت، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لنا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.